السلام عليكم البنات، كداني لاباس؟ مزيان كيف حيتو؟ لاباس عليكم، مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم هذا العيد الصحه وطول العمر واش تمنيتو. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد ان شاء الله. بغيت نشارك معكم واحد الحلوه كتجي ما شاء الله، سميتها حلوه الشهده. انا بغيت نوريكم هنا المقادير. عندنا 500 غرام ديال الطحين الفورس الرطب، عندنا هنايا 60 غرام ديال الزبده، عندنا هنايا معلقه ديال حبه الحلاوه صغيره، عندنا معلقه صغيره ديال النافع، عندنا هنايا صفر بيضه، عندنا خمره حمراء، عندنا فانيلا، عندنا شويه ديال الملح، وعندنا الحليب حسب الخليط، وعندنا هنا ميزينا للتورق، وعندنا هنا العسل التزيين، ورقاق كلوز حتى هي للتزيين. هادو التالي ان شاء الله. نديرو هنا الزبده ديالنا، نبصوها الطحين بهذه الطريقه، تنحكوها مزيان تدخل الزبده في الطحين. بعد ما دخلنا الزبده ديالنا مع الطحين كنزيدو، درنا هنايا النافع، درنا هنا حبه الحلاوه، نديرو الخميره، نديرو فانيلا، غير المذاق اللي بغا يدير، كاين حوايج بزاف ديال المذاق. نديرو هنا المليحه على حسب الذوق، نديرو صفار بيضه، نخلطو، الحليب البنات ما حاميش غير بارد معليش، نجمعوها ونوريكم في التالي. جمعناها كتجي على هاد ما جاريه مقاصحه، المهم مزيانه مطلوقه. غادي نغطيوها نخليوها واحد 20 دقيقه بميكه ديال السلوفان ونوليو معكم، نخليوها ترتاح شويه ونوليو. بعد ما ارتاحت غادي نطلقوها بالحلال، قسموها على 4 ولا على 3 ولا على حسب اللي بغيتو، ونورقوها بميزينا ونوريكم. نديرها هنا على 3، عندنا هنا الطبلة ديالنا نقية، نديرو شوية د مايزينا، هي اللي كتعطيها التورق. طويبها على هذا الشكل، هنا هنايا الميكا ديالنا ديال السلفان، ونغطيوها ونخليهم يرتاحوا. ارتاحت مزيان، غادي نرجعو نورقوها. هي عندنا ميزينا ديالنا، ارتاحت مزيان على الطريقة. Thank you.
نجي على الطريقه، ما تخافوش منها رقيقه هكا. ها هي شبنات، لا ما تخافوش منها تضيع ولا تقطع ولا تجي صافي. نبداو اللوي، ومن هنا نعاودو يعني اللوي لويه صغيره هكا، واللوي التالي ونبلعو شويه ديال الماء، راه عندنا شويه ديال الماء هاك. نمسحو هذيك مايزينا شويه ديال الماء هكا باش تلصق. هاكا ندفعو هاهي، نجيب الرخامة ديالنا هكا، كنقطع كنقطع كنيشت هذا ما كيضيعش، حتى هذا كنفربوه هكا نيشان هانت على هذا الطريق هاي، ونوليو عليها بدلاك اللي يقولوا الحلال كاين دلاك ولا واحد شنو يسميه هكا. نوليو عليها الدلاك هكا، خاطر قوها راه ما كتضيع ما والو. هانت هاي ها ونحطاني تا هاد الصغيورين اللي كيبقاو كنصغبوهم يعني نرمي والو هكا. بحال هادي الا تحلت لكم ولا راه ما مط... ها هي الماء كتبلع هاكا، تبلع تولي عليها الدلاك ها مزيانه ها هي ولي على هادي تابعوا معنا حتى نكملوا ونوريكم القلي والتزيين ديالها. نصاليناها كاع معاك كتجي على الطريقه، ننتقلوا ان شاء الله للقلي. سخنت لنا الزيت ديالنا نديرو الحلوه، كنديروها في ملقه في المقله كنقرشوا هكا الزيت هما يتحلوها نتوما كتشوفوا ها هي يتحلوا على الطريقه كيف تحمر نديروهم يتقطروا من الزيت. كملنا ها هما كاع كملنا، درك غادي نتقلو نحمرو الرقة التلوز ديالنا ونوريكم تزيين كتجي على هاد الشكل. ها هما نديرو هنا المقلة ونحمرو رقة التلوز ديالنا، هيا المقلة التلوز نحمرو تماك ولا تسخن شوية نحمروهم المغرفة بعد ما تحمروا لنا راه اللوز ديالنا غادي ننتقلوا نزينوا ديك الحلوه. كاين البنات باش ما بغيتوا تزينوها نتوما اختيار ديالكم، كاين الكاوكاو كاين اللوز كاين البيستاج جلجلان اللي بغيتوا، المهم باش ما بغيتوا تزينوا. كوم صايد التزيين كنديروهم هكا وندير لهم العسل هكا كيجيكم ساهل ما تعذبوش بهذه الطريقه. ما تغصوهمش كلشي حيت الا غصوهم كلشي غادي يرطابوا ما غاديش يبقاو مقرمشين. نديرو لهم بحال هكا هانتوما، تابعو معنا تنكملو كلشي وغادي نوريكم. ما انتهينا من التزيين ديالهم كيجيو على هاد الطريقة، وتابعونا غادي نديرهم في التفصيل ديال التقديم وغادي تشوفو النهاية ان شاء الله. بعد ما انتهينا كيجي على هاد الطريقة وما شاء الله كيجي تبارك الله، وتعيدو وتعاودو ان شاء الله. هانتوما كيجي مهرمش هانتوما مخيرة تبارك الله، وتعيدوا تعاودوا ان شاء الله وطول العمر باش تمنيتوا ان شاء الله. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.